أهلا بكم. ظنوا وأن بعض الظن إثم أنهم حققوا المراد واستهدفوا الموقع الذين يحلمون بالوصول إليه من زمان. إنه نصر الله يا من تجهلونه، أو عفوا تعرفونه، لأن خطاباته وهجماته ومسيراته وصواريخه أرعبتكم، اخترقت حدودكم ودمرت مشاريعكم وأجنداتكم. استهدفوا المدنيين فهذا ديدنكم الخبيث. لا تقيموا وزنا للقوانين أو الأعراف الدولية أو حقوق الإنسان. فمجلس الأمن نائم، كل مدينة وشارع وبناية ومنزل ستقصفونه سيأتيكم الرد بأضعاف، ولن تنجيكم لا منظومات الردع ولا الملاجئ. فالأهداف باتت دقيقة، سواء انطلقت من العراق أو اليمن أو كان منطلقه الضاحية. والفزعة الحقيقية حين تغلق جميع الأبواب وتفتح أبواب الرافدين، فالفرات لن يكون صالحاً للشرب إلا إذا مر وشربت منه كل بلدان المقاومة. ولنا مع المشرعة قصة انطلقت من تضحيات ووفاء العباس واكتملت بالسائرين بنفس الدرب، ولا عزاء لمن سار على نهج الأمويين. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا. إذن محور الحديث في ملفنا الأول سيكون مع مدير مؤسسة بهجة الباقر الخيرية الأستاذ مازن أحمد أمين. مرحبا بحضرتك أستاذ مازن. أهلا وسهلا بجنابك. وأيضا سينضم معنا بعد قليل المحلل السياسي من لبنان إبراهيم درويش. أستاذ مازن، أبدأ مع حضرتك. بعد القصف البربري الوحشي الأخير قبل ساعات، بداية كيف تنظرون إلى الانتهاك الذي يمارسه العدو بقصف للمدنيين العزل، والموقف العراقي في دعم القضية اللبنانية ودعم الحالات الإنسانية والكثير من الأمور التي يساعد بها العراق؟ نعم، شكرا لكم، شكرا لقناتكم الكريمة على هذه الاستضافة. مازن أحمد أمين، مدير مؤسسة بهجة الباقر الخيرية لرعاية الأيتام والقضايا الصحية والخدمات الأخرى. نعم، بالنسبة إلى موضوع القصف الوحشي الذي تقوم به القوات الصهيونية في هذا الوقت، هم يستغلون المناطق السكانية، وهذا القصف يستخدمون فيه الأسلحة الغير مرخوصة، وخاصة سمعنا قبل قليل كان هنالك قصف شديد على مباني سكنية. نعم، ويحاولون أن يضعفوا قوة الشعب اللبناني الشقيق. هذه الضربات ليست هي بضربات غريبة، يعني نحن اعتدنا على هذه الضربات التي يعني مارسها هذا العدو الغاشم على فلسطين، على غزة الحبيبة، وكرر هذه الضربة مرة أخرى. يستغل، بالرغم من كل هذه الضربات، نرى أن الشعب اللبناني لا يزال قويا، متمسكا بوطنه، متمسكا بعقيدته. لا نرى أن الأطفال والنساء قد
ذهبوا ضحية هذا العدوان، ولا يزالون مستمرين بحبهم لوطنهم، بحبهم لقائدهم السيد حسن نصر الله، أيضا محبين لبلدهم متمسكين. يعني العدوان الذي وقع على لبنان سنة 2006 على نفس المنطقة اللي هي الضاحية الجنوبية انتهى، بادر الشعب اللبناني بإعادة بناء الضاحية الجنوبية. تكرر المشهد هذا اليوم، وهذا ليس بشيء غريب كما ذكرنا. نعم. على هذا العدوان. نعم، طبعا موقف العراق موقف معروف من مساندة الشعب اللبناني كما كان مساندا للشعب الفلسطيني. بادرت يعني المرجعية الدينية أول من تصدت لهذا الأمر بأن صدر البيان من مكتب سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، والذي بين أنه هذا الشعب اللبناني يجب أن الوقوف بجانبه. يعني هل أثر بيان المرجعية الدينية في حجم هذا الدعم والمساعدات والتبرعات التي تقدم وترسل؟ نعم. إلى أخواتنا اللبنانيين. نعم، نحن نعلم أن البيانات التي تصدر من سماحة السيد السيستاني بيانات فيها توجيه. نعم. وفيها قوة، وفيها والشعب العراقي متمسك بهذا الأب الروحي للشعب اللي هو سماحة السيد السيستاني الله يحفظه. فما يصدر من مكتب سماحة السيد السيستاني احنا مجرد ما يصدر احنا نفهم هذا الخطاب، نوعية. نعم. هذا الخطاب، ونسارع بل ونتسابق لتلبية هذا البيان وهذا النداء الذي يصدر من سماحة السيد. لو نركز على البيان الذي صدر من سماحة السيد، أشار إلى موضوع المعاناة، كلمة المعاناة، أشار إلى تشريد، أشار إلى الظلم الذي وقع على، وفي نهاية الخطاب. نعم. يقول تضافر الجهود. وهذا طبعا احنا العراقيين معروفين بغيرتهم ومسؤوليتهم الشرعية وواجبهم الوطني تجاه الشعب اللبناني. هذا طبعا ليس فقط للشعب اللبناني، يعني أي شعب عربي يتعرض إلى مثل هذه الهجمات. ترى أن الشعب العراقي، هذا معروف، أن الشعب العراقي سباق. فهذا البيان لما نقرأ هذا البيان ونركز على عبارات المذكورة في هذا. نعم. البيان جيد. تجعل منا يعني يكون فد باعث وحافز لأن نتحرك إلى مساندة الشعب اللبناني. جيد. أستاذ مازن، إذا تسمح لي أنتقل. نعم. إلى المحلل السياسي من لبنان إبراهيم درويش، أرحب بك وأسألك عن آخر التطورات في لبنان بعد القصف البربري الوحشي الذي طال الضاحية اليوم. بعد التحية لك ولجميع المشاهدين الكرام، وبعد السؤال بالرحمة دائما للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. نحن نقول هي معركة وطن ومعركة صمود وصبر وتصدي وتحدي. نحن نقول أن لا خيارات غير خيار المقاومة والتشبث والتجذر بهذه الأرض. نحن لسنا من هواة لا العيش في ظل معارك ولا في ظل القصف ولا في ظل المواجهات ولا في خوض الحروب، لكن كتب الله لنا أن يكون هناك عدو في هذه المنطقة يريد أن يرتكب ما يرتكب، يريد أن يقدم هذه الأراضي، يريد أن يثقل قلوب الأمهات، يريد أيضا أن يمارس كل هذه الممارسات من دون أي حسيب أو رقيب. نحن لا نتفاجأ بما يرتكب كيان الاحتلال، ولا نتفاجأ صراحة، وأنا أقول حمى الله السيد حسن نصر. نعم. وحمى الله الجميع، لكن اليوم أمام ما يرتكب كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمام هذا المشروع الطويل لا نتفاجأ بأي اسم. هؤلاء الذين اختاروا هذا المسار واختاروا هذا الخط وضعوا احتمال واحد من اثنين، إما النصر أو الشهادة، وهذا هو واقع الحال. فبالتالي عندما تخوض معركة سترسم مسارات المستقبل في هذه المنطقة على امتداد هذه السنوات وعلى امتداد تجذر المواطنين في هذه الأرض، فأنك تكتب مسارات. نملك
هذا القدر مما نملك، ونملك هذه الإمكانيات، ونملك الحروف، ونملك نعم الكلمة، ونملك التصدي، ونملك القوة، ونملك الإرادة، يملكون التكنولوجيا، ويملكون القفز فوق الأخلاقيات والأعراف والمواثيق الدولية، يملكون السكوت والتخاذل العالمي، يملكون الدعم الغربي والشراكة الغربية والرعاية الأمريكية والشراكة الأمريكية. كل هذا موضوع في خدمتهم، لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ هل يقتلعون من هو متجذر بهذه الأرض؟ هذا المشروع يمكن أن يصفع بقوة، يمكن أن يحقق بعض أستاذ الإنجازات إبراهيم، بإذن الله، ما الذي وأكون تسعى الوصول إليه لكن حكومة؟ المهم الإطار الطويل المستدام على امتداد سنوات هذه المواجهة. جيد، بتكرار القصف خلال هذه الأيام، ما الذي تسعى أن تصل إليه حكومة نتنياهو من خلال تكرار التصعيد؟ عندما نتحدث عن جيش احترافي يملك ما يملك من قدرات، ويملك ما يملك من إمكانيات، ويملك ما يملك من تدريب وتخطيط وتحصين ودعم غربي ودعم أمريكي، السؤال هذا الجيش بما يملك من إمكانيات وقدرات لماذا يحتاج إلى هذا كل هذا القتل المجاني وكل هذا القتل العشوائي؟ نعم. لماذا لا يقوم بعمليات تشبه عمليات عسكرية طبيعية كما يمكن لأي جيش أن يقوم بها؟ لماذا يهرب من المعركة العسكرية ويلجأ إلى المعركة الأمنية التي لا يختلف اثنان على أنه يملك القدرة ويملك الاثنان ويملك الدعم ويملك التكنولوجيا؟ الموضوع في خدمته على امتداد هذا العالم. هذا السؤال يفسر لنا أنه يريد أن يضغط على الناس، يريد أن يصفع الوعي لدى الناس المتشبثين بأرضهم الصامدين، القول لهم أنكم لا يمكن أن تبقوا في هذه الأرض، عليكم أن ترحلوا، إما عليكم أن ترحلوا وإما عليكم أن تفكوا الارتباط بقطاع غزة وبخيار المقاومة. وهذا الموضوع مرتبط بما نتحدث عنه اليوم، ومرتبط بالواقع المفروض علينا. يعني هذا الأمر ليس مستجد، هل هي المجزرة الأولى التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي من صبرا وشتيلة إلى قنا ومروحين وابتدادا إلى قطاع غزة وابتدادا إلى كل هذه المجازر في دير البلح وصولا إلى الضفة الغربية؟ كل هذه الارتكابات على امتداد السنوات تفسر لنا أننا أمام عدو مجرم. قد يجد كيان الاحتلال في هذه الفرصة مساحة وفرصة مناسبة للضغط على الناس، لمحاولة فرض واقع جديد بدعم غربي بدعم أمريكي، لكن رأينا على الرغم من كل ما فعله في قطاع غزة لازلنا نتحدث عن صعوبة تحقيق أي إنجاز عسكري. دمر الحياة، نعم دمر الحياة، دمر كل مظاهر الحياة، دمر كل مظاهر الحياة، دمر مجلس الأمن، دمر المدارس، المساجد، كل هذا فعله، لكن هل تمكن من حسم المعركة هناك كي ينتقل إلى معركة أخرى؟ نعم. هي مرحلة هروب إلى الأمام، هي مرحلة محاولة تغيير واقع اليوم، محاولة الضرب بقوة، لكن علينا أن ننتظر هذا المسار الميداني، وإذا ما كان كيان الاحتلال سيصمد أمام تدرجات هذه الأمور. جيد، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، منظمات حقوق الإنسان، الدول التي تدعي بحقوق الإنسان وحفظ حقوق الإنسان، إلى قبل ساعات كان هناك أكو تصريح لبلاس خارتي المنسقة الدولية في لبنان، نراقب ونتابع بقلق ما ومن هذه الأمور. أسألك، هذه الدول ألا تنظر لما يحصل في غزة ولبنان من انتهاك لحقوق الإنسان وقتل الأطفال والنساء بطريقة وحشية من قبل الكيان الغاصب؟ يعني كنا نتأمل اليوم أن نتحدث عن مجتمع دولي ومنظمات حقوقية ورعاية هذا العالم لأبسط مقومات الحقوق في هذا العالم، لكن عندما رأينا هذا القتل المجاني في قطاع غزة، عندما نتحدث عن سنوات الارتكاب، نحن نتحدث عن نظام عالمي بني منذ الحرب العالمية الثانية بأيدي الولايات المتحدة الأمريكية التي سخرت هذا العالم في خدمة مشاريعها وفي خدمة قراءاتها وفي خدمة أهدافها، وبالتالي اليوم هي تريد أن تكرس وأن تؤكد أنها تملك القدرة على السيطرة على هذا العالم. من أين نبدأ؟
أنا أبدأ من هيروشيما وناكازاكي إلى العراق وأفغانستان إلى كل الارتكابات في هذا العالم، إلى تحويل هذا العالم إلى بؤر اقتتال، وتقوم هي بلعب الدور الشرطي، ساعة تسخن هنا، ساعة تهدئ هنا، ساعة تدفع البلدان إلى الاقتتال والتنحر. كل هذا من أجل ماذا؟ كل هذا من أجل بسط السيطرة والاحتفاظ بعناصر القوة ودعم هذا الكيان. هذا الكيان بني في هذه المنطقة، لكي يكون كيانا قاتلا يرعى القتل، يرعى. بني من عصابات جاءت إلى هذه المنطقة، وهو سيواصل حتى نهاية هذا المشروع. هو جسم هجين في هذه المنطقة، كما نقول يملك القدرة، قتلنا مرارا ومرارا، لكن جيل أحيا جيل وجيل أعطى نفس. كانوا موجودين في التلال هنا في لبنان، وكانوا موجودين في كل المنطقة، وبالتالي خرجوا منذ ما قبل تحرير 2000 إلى تحرير 2000 وصولا إلى تموز 2006. اختبروا هذا الأمر، قتلوا، نعم قتلوا، الآن يقتلون بشكل أكبر، طبعا يقتلون، يرعاهم العالم بشكل أكبر، يرعاهم العالم، لكن فقدنا الاتصال على ما يبدو بالسيد إبراهيم درويش. شباب، إذا بإمكانكم إعادة الاتصال بالسيد إبراهيم. أسألك أيضا أستاذ مازن عن الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، وكيف يتعامل بهذه الازدواجية مع ما يحصل من انتهاك لحقوق الإنسان في هذه الدول. نعم، أن الأمم المتحدة مثل ما تفضل ضيفنا الكريم أنه يعني ينظرون الى يعني ما يحدث الان من قصف وتشريد وقتل الشعب اللبناني، ينظرون ويتاملون ان هنالك قد تصدر بيانات من جهه انه يريدون ان يوقفوا او تكون هنالك كهدنه، ولا يسعون الى ايقاف او الى اتخاذ قرار جدي بايقاف او ادانه لما يحدث الآن في لبنان. الأمم المتحدة احنا يعني ليست بالمرة الأولى نرى اليوم ما تقوم به، يعني الحوادث كثيرة والهجمات التي تعرضت إليها غزة سابقا، لم تكن هنالك في مواقف جدية من الأمم المتحدة كتدين القصف الإسرائيلي او تدين، دائما هنالك سوف، وهذا السوف هو نوع من يعني يبعثون الامل، ولكن هذا الامل ولكن لا ولا 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 يتاثرون بما يحدث للاطفال والنساء. اليوم نرى ان لا توجد يعني المعونات الطبيه في لبنان قليله جدا، ولا يمكن انت في خلال يومين او ثلاثه ايام يصلون عدد الشهداء الى اكثر من 500 شهيد، وهنالك الالاف من المشردين هؤلاء الذين شردوا لا يحتاجون الى مأوى، لا يحتاجون الى ما صالح للشرب او الى طعام او الى ادويه، قد تكون هنالك بعض الادويه الامراض المزمنه. فكيف فالعدد الذي يذكر انه 500 شهيد، هناك قد تكون العدد يتضاعف. لا ننسى ان هنالك الجرحى، وهؤلاء الجرحى يحتاجون الى تامين. ماذا فعلت الامم المتحده؟ هل مدت الشعب اللبناني بادويه؟ هل مدتهم بفرق طبيه بحيث جواله او بسيارات اسعاف على الاقل؟ او على الاقل هو جيد. استاذ مازن، نتحدث عن العراق وحمله الاغاثه والتبرع. نعم. ماذا تضمنت وما هي الكميات التي سترسل او ارسلت الى اشقائنا في لبنان؟ نعم، احسنت. طبعا العراق معروفين، اشرنا الى الغيره العراقيه لا توجد مثيلها في لا في الدول العربيه ولا في دول العالم. الغيره العراقيه على موضوع الانسان قبل ان يتحركون، هذا شعب مسلم او غير مسلم. نعم. الغيره هي، وهذا ما تعلمناه من سماحه السيد السيستاني الله يحفظه، وفي البيانات التي صدرت الان او البيانات السابقه من حرب التي كانت على داعش وتحركت وكانت هبه عراقيه في التطوع والتوجه الى ساحات القتال للدفاع، دافعوا عن كل المحافظات التي كانت تتعرض الى هجوم داعش، بدا ابتداء من الموصل ووصولا الى محافظه الانبار والى الان. كلمه بيان سماحه السيد السيستاني فيه فقره هو تامين احتياجات
ورفع معاناة. نعم. وهي في ختام البيان هو تأمين احتياجات ورفع معاناة. هذا البعثة الغيرة العراقية أن تظهر مرة أخرى وتساند الشعب اللبناني الشقيق. مؤسسات إنسانية كثيرة موجودة وهنالك أكو حركة، ولكن كان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سباقا في هذا المجال. اعتدنا أنه أن نتحضر، يعني سابقا كان لنا دور في تأمين احتياجات إلى النازحين. نعم. نازحين قضاء تل عفر، نازحين محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين، تحركنا إلى هذه المناطق، إلى منطقة بزيبز، وفرنا ما يؤمن احتياجاتهم. يعني أدنى شيء مثلا تأمين حليب الأطفال، تأمين الماء الصالح للشرب، تأمين المعونات الطبية. اليوم قيادة المجلس الأعلى هنالك حركة دؤوبة واجتماعات مكثفة. سأل مازن أسألك، كونك أحد المسؤولين على هذه المؤسسات التي تقف اليوم لمساندة الشعب اللبناني، طريقة جمع التبرعات والمواد التي سترسل إلى لبنان واستجابة وتعاون الناس مع هذه الحملة. نعم، كما تعلمون أن للمجلس الأعلى فروع في بغداد وجميع المحافظات، ونحن نعلم أن العراقيين كما أشرنا غيارة ويتحركون بمجرد أنه يسمعون هنالك جهة رسمية معتمد عليها موثوق بها تؤمن إيصال هذا التبرع وهذا الاحتياج يوصل إلى الشعب اللبناني. نعم. هنالك يعني كما تعلمون هنالك فروعنا في المحافظات بدأوا يتحركون إلى ومفاتحة الناس المتمكنين وكذلك مفاتحة التجار، وهنالك إقبال كبير على تبرعات طبعا نحن مفتوحة أبواب المجلس مفتوحة أمام المتبرعين 24 ساعة يعني خلال اليوم، وتليفونات أرقام هواتف كثيرة. نعم. نعم. والاتصالات لا تزال لغاية الآن يتصلون. ممتاز. بنا تأمين مواد عينية ومواد ومالية. نعم. 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 ممتاز. إذا تسمح لي أستاذ إبراهيم أرحب بحضرتك مرة أخرى. هناك حملة إعلامية رافقت القصف الذي طال الضاحية اليوم، تروج هذه الحملة عن استشهاد السيد حسن نصر الله، ما صحة ما جاء في هذه الحملة، وأيضا ما هي الغايات من ترويج وتصدير هكذا إشاعات في هذا التوقيت؟ إذن فقدنا الاتصال مرة أخرى بأستاذ إبراهيم درويش. إذن أعود لحضرتك أستاذ مازن. نعم. أسألك نفس السؤال، بعد القصف بدقائق بعض الصفحات بدأت تروج عن استهداف السيد حسن. نعم. نصر الله، ما أهمية هذه الشائعات وتأثيرها وما المراد منها في هذا التوقيت؟ نعم، قبل أن أجيب على سؤالك أستاذي الكريم بس أحب أشير أنه حملة المجلس الأعلى باسم حملة أبشر، وهذه حملة إن شاء الله تأخذ صداها، وكان قبل قليل لنا كلام مع قيادة المجلس. نعم. بين الإعداد والتهيؤ لنقل هذه المؤونة وكيفية إيصالها إلى الشعب اللبناني، ومحتمل أن نأخذ طريق البر أو باتفاق مع الحكومة العراقية أن نقوم نقلها على عجالة عن طريق الجو، فكان هنالك أكو مباحثات وأكو وإحنا أخذنا على عاتقنا هذا الموضوع إن شاء الله، و نأمل أنه تصل هذه المساعدات إلى الشعب اللبناني. جي. نعم. بالنسبة إلى الإعلام والإشاعات، إذا تسمح لي. نعم. أستاذ إبراهيم، يمكن بسبب الأوضاع. نعم. في لبنان. نعم. نفقد الاتصال بأستاذ. نعم. إبراهيم تسمعني؟ حياكم الله. نعم أسمعك. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم. هناك أخبار رافقت قصف الضاحية واستهداف الضاحية بأن حديث عن استهداف السيد حسن نصر الله، ما صحت هذه المعلومات وما تأثيرها وما الغايات وما المراد من هذه الإشاعات في هذا التوقيت؟ نعم، يعني سؤال دقيق وحساس جدا، لا أملك القدرة تماما على النفي ولا لا سمح الله التأكيد. ما وصلتنا من أنباء
في بداية هذه المرحلة تؤكد أن السيد حسن نصر الله بخير وبعافية، إن شاء وبالتالي الله. كما قلنا أن بهذه الأمور بحاجة إلى الترقب وبحاجة إلى الانتظار. أما الأهم من ذلك، لابد من الإشارة إلى النقطة الأهم في هذا الأمر، أننا أمام دعاية كبيرة جدا، أننا أمام حملة سياسية وضغوطات إعلامية ومحاولات توهين ومحاولات إضعاف نفوس، وكل هذه الأوراق الضاغطة لمحاولة تحميل هذا الشعب كلفة بقائه مع هذه المقاومة، وبالتالي كل هذا الأمر هو مرهون بما بالمتغيرات وبما نراه مناسبا. نعم، كان هناك بيان كنت أحاول أن أقرأه علّه يحمل من جديد، لكنه أشار إلى قصف صفر. في هذا التوقيت بطبيعة الحال، يعني هذه كما قلنا، هؤلاء الذين اختاروا هذا الطريق واختاروا أن يكونوا في صلب هذه المقاومة وعلى رأس هذه المقاومة، هم أدركوا تماما أن المسارين يعني موجودين في أن المسارين موجودان في آن واحد، إما النصر أو إما الشهادة، وبالتالي هذا ليس بعيد، لا سيما أمام هذه الحرب الوحشية التي يخوضها كيان الاحتلال الإسرائيلي. نعم، سيد إبراهيم، ما هي حزب خيارات الله أو مسارات الرد المتوفرة أمام حزب الله للرد على هذه الهجمة الأخيرة، وما هو السيناريو المتوقع للساعات والأيام القليلة القادمة؟ نعم، منذ بداية معركة طوفان الأقصى ومنذ دخول حزب الله في هذه المعركة، وهو كان يدير هذه الجبهة بحكمة وإدارة وحنكة وقوة وحكمة، وبالتالي العسكر دائما ليس هناك عسكر من أجل العسكر، إنما الخطوات العسكرية هي دائما في خدمة السياسة، أو ربما في خدمة الاقتصاد، أو في خدمة الحفاظ على بلد أو على مشروع ما. وفي ظل ما نراه اليوم، وفي ظل هذه الارتكابات، وفي ظل هذا المشروع، وفي ظل ما يرتكب كيان الاحتلال الإسرائيلي، السؤال هل سيقوم كيان الاحتلال الإسرائيلي بتغيير هذا الواقع وبتحقيق أهدافه؟ كما قلنا، يمكن أن يستهدف المدنيين والأبرياء، وأن يقتل قادة، وأن يستهدف قادة، وأن يعرض حياة قادة للخطر، لكن السؤال الأبعد هو هل يملك القدرة على فرض واقع جديد، على فرض واقع مغاير، على تحقيق شروطه وأهدافه؟ هذا ما علينا أن نراه، وعلينا أن نرتقبه في الميدان، وعلينا أيضا أن نفهم منطلق ومسارات الأمور بناء على أهداف الناس ومشاريع الناس وتمسك الناس بهذه المقاومة. جيد، أسألك عن تأثير هذه الهجمات على معنويات أبناء المقاومة في لبنان. واضح جدا أنه على الرغم من الارتكابات، على الرغم من التهديد، على الرغم من التهويلات، لا زالت الناس متماسكة. كما نقول، هناك تاريخ لهذه الناس مع هذا الكيان، مع جرائم كيان الاحتلال. تدرك أن كيان الاحتلال يريد أن يقتل هؤلاء الناس، أن يقتلع هؤلاء الناس، أن يسرق أرضهم، وبالتالي كل هذا المسار الطويل لو كان يريد إضعاف الناس لما وصلت هذه الناس إلى هنا. هذه الناس المتجذرة بهذه الأرض بنت بيوتا على حدود فلسطين المحتلة، طبعا هي اليوم تتعرض لدمار شديد. هذا الأمر كان يخنق كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن يرى هذه البيوت، أن يرى هذه الناس تثق بالمقاومة، وبالتالي كان يريد أن يقتلع هذه المنازل من على حدوده. لكن في الواقع هذه الناس هي يعني متشربة العزة والكرامة، ومتشربة للتمسك والتجذر بهذه الأرض، وهذه النقطة التي نتحدث عنها هي التي تحدد مسارات الأمور وتحدد كيف يمكن أن تستمر هذه المواجهة وهذا الالتفاف حول هذا الخيار. نعم، جيد. أستاذ مازن، عفوا، في هذه الساعات الحرجة التي يعاني الآن أشقائنا اللبنانيين والفلسطينيين، وهم بأمس الحاجة إلى الدعم، وهذا واجب على كل مسلم وكل عربي وكل إنسان،
ما هي الرسالة اللي تحب توجهها للعراقيين بشكل عام، تلبية أولا لدعوة المرجعية الدينية وبيان المرجعية الدينية، وأيضا واجبهم الإنساني؟ تفضل. نعم، يعني إلى نعود إلى القرآن الكريم والآيات التي تندب على الإنفاق، فنقول أن هذا هو إنفاق في سبيل الله وإنفاق لنصرة المظلومين، وهذا الإنفاق ما أنفقتم من خير فإنكم سوف تجدوه في الآخرة، وآيات القرآنية كثيرة وصريحة واضحة. نعم. فندعو من هذا المكان، من إذاعتكم الكريمة، من قناتكم الكريمة العفو، ندعو جميع العراقيين أن يتقدموا إلى هذا الأمر وأن يستجيبوا وأن يأخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية الشرعية والواجب الوطني والواجب الديني، أن يقوموا بالتبرع وتقديم المساعدة بما يمتلكونه. ويعني إذا تبرعنا بعلبة قطن طبي، هذا أبسط شيء وهذا سعرها قليل جدا، فهذا من أحيا نفسا فقد أحيا الناس، فإحنا الشعب اللبناني في أمس الحاجة. نعم. نعم. وهذا وقوفنا اليوم هو هذا وقوف إن شاء الله بعين الله، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرى هذا الأمر، وإن شاء الله لا نقصر مع الشعب اللبناني. أحسنتم. نعم. مدير مؤسسة بهجة الباقرة الخيرية مازن أحمد أمين، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. والمحلل السياسي، أهلا ضيفكم الكريم. أهلا وسهلا. المحلل السياسي من لبنان إبراهيم درويش، شكرا جزيلا لجنابك. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الفزعة العراقية لإغاثة الشعب اللبناني. نتابع. محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون عن الخلافات الحاصلة في مجلس محافظة بغداد على خلفية إقالة عمار الحمداني بسبب الغيابات. نناقش بهذا الملف مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ مخلد حازم. مرحبا بحضرتك. أهلا ومرحبا. أهلا بجنابك. وعبر سكايب السياسي المستقل مهند الراوي، مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بحضرتك. أستاذ مخلد، شنو القصة؟ شو صاير مجلس محافظة بغداد؟ سيأخي ناس محتارة وين وضع لبنان، وإحنا محتارين بالخلافات داخل مجلس محافظة بغداد، والله فلان غاب وهذا صوت على استجوابه، شنو اللي يصير مجلس محافظة بغداد اليوم؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهدين قناة الأيام. أكيد يعني الصراع السياسي هو يعكس بطياته في جميع مرافق السلطات التنفيذية، ومجلس محافظة بغداد هو إحدى السلطات التنفيذية والتشريعية الموجودة داخل محافظة بغداد. فبالتالي يعني حسب الرؤية التي تناقلوها أن هنالك رؤية لدى رئيس مجلس محافظة بإقالة أحد النواب. نعم. لكن هذه الرؤية يعني حقيقة هي تخالف القانون، حسب قانون المحافظات رقم 21 في المادة 6 منه، هو يعني اجتهد أو من أملى عليه هذا الرأي القانوني ذهب باتجاه إصدار أمر إداري، وهذا الأمر الإداري أكيد يخالف القانون.
يعني اليوم اكيد يعني ما نشهد ما تشهده قبل اصدار هذا الامر الاداري اكو خلفيات اكو امور اكو مشاحنات هني تروي القصه كامله يعني حتى لو كانت هذه الصراعات موجوده او هذه المشاحنات موجوده ما بين احد اعضاء حزب تقدم وكذلك رئيس مجلس محافظه هنالك يعني القانون هو الفيصل وهو الحكم في جميع قضايانا حقيقه لذلك يعني كان الاجدر برئيس مجلس محافظه ان يتخذ الاجراءات القانونيه الحقيقيه والواضحه في عمليه اقاله عضو مجلس محافظه اليوم حقيقه مثل ما تكلم ما يعكسه صراع الزعامات هو ينعكس داخل يعني المؤسسات وهذا اكيد لن يعطي رساله حسنه للشارع العراقي اليوم مجالس المحافظات يعني نحن قلناها منذ فتره انها حلقه زائده ولا يمكن ان تضيف شيئا العمليه السياسيه في العراق لكن مع الاصرار عليها ووجودها وتم الانتخابات فهي في اصلها هي سلطه تراقب عمل المحافظ وبالتالي هي يعني من تصوت على الكثير من الامور في من اجل تقديم يعني الخدمات وتراقب في حاله وجود مثلا خلل او اي شيء من هذا القبيل في عمل المحافظ شتراقب عمل المحافظ هسه اللي صوت على استجواب رئيس مجلس يقيلوه ورا يومه فلذلك هذا هو هذا يعني هذا الواقع اللي احنا حقيقه نعيشه فما كان المفروض ان نذهب بهذا الاتجاه خصوصا يعني مجالس المحافظات يعني ما صار لها فتره طويله يعني عندما تشكلت وعندما يعني حقيقه مجلس الوزراء تامل بها خيرا بانها تكون المساعد والراعي للكثير من القضايا الخدميه لماذا انه رئيس الوزراء هو يعني يقوم بهذا العمل او الوزارات تقوم بهذا العمل فمجلس المحافظه هو ضمن الحدود الجغرافيه المختصه به عليه ان يقوم بهذا العمل لكننا حقيقه نتفاجأ ليس فقط في بغداد يعني احنا اليوم نرى ان هذا الصراع هو بدا ينتقل ما بين المحافظات وفي مجلس المحافظه بالتحديد هنالك صراع ما بين مجلس المحافظه وما بين المحافظ واكيد هذا سوف يحيد عمل المحافظ في فتره سابقه كانت هنالك يعني اكثر من 4-5 محافظات اثبتت وجودها بدون وجود مجالس المحافظات وكان هنالك يعني عمليه اعمار وبناء في هذه المحافظات لكن اليوم وجود هذه المجالس انا اعتبرها يعني هي فعلا حلقه زائده ولن تعطينا غير الاشكالات والمشاكل داخل المحافظه. استاذ مهند اجدد الترحيب بحضرتك، اسالك مجلس محافظه وين بغير دوله؟ قوانينه مين يجيبها من غير مكان؟ يعني شنو القوانين حسب المزاج صايره بالمجلس؟ شنو القصه اللي الحاصله هناك؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولمشاهدي قناه الايام الفضائيه. يعني اول شوف يعني هي للاسف يعني مجلس محافظة بغداد شكل بيوم 5/2 يعني ما صار 6 أشهر زي. ما بدأت هي من اليوم الأول الخلاف السيد عمار الحمداني مع السيد عمار القيسي يعني يعتقدون أنهم هم الأحقية بإدارة رئاسة المجلس وهو صار صراع لكن هي هاي تحالفات استراتيجية على مستوى محافظات العراق وليس على مستوى محافظة بغداد فقط لكن أنا تكلمت مع أعضاء مجلس المحافظة في بغداد قلت لهم يعني كيف السيد عمار القيسي أقال السيد عمار الحمداني بهذا الطريق وأصدار أمر إداري وتكلموا لي عن النظام الداخلي الذي يملكه السيد يعني النظام الداخلي مع مجلس محافظة بغداد فإذا تحب حتى أذكر لك النقاط اللي استند عليها السيد عمار القيسي في إقالة السيد عمار الحمداني فضل شوف هذه النظام الداخلي مال مجلس محافظة بغداد المادة 25 أولا يعد العضو مقالا إذا تخلف عن الحضور لأربع جلسات متتالية أو غاب 1/4 في عدد جلسات المجلس خلال 4 أشهر دون عذر مشروع زين يعني مشروع هنا هو أصل القانون هناك شوف أكو نظام داخلي أكو قانون أكو دستور النظام الداخلي هو نظام ينظم عمل مجلس محافظة زين النظام الداخلي ذكر أنه من صلاحية رئيس مجلس المحافظة يقيل دون الرجوع إلى أي جهة شوف حتى أكمل لك حتى إذا تسمح لي هاي شوف نعطي هاي الفقرة أولا
يعد عضو مقال إذا تخلف عن الحضور لأربع جلسات متتالية. هذه النقطة واضحة، لكن صلاحيات رئيس مجلس المحافظة النيقية مباشرة؟ هذا النظام الداخلي مالهم، لكن أصل القانون، شوف أنا حتى أصل القانون يقول إذا تغيب نفس هذا قانون 21 لسنة 2008 المعدل، شو يقول القانون؟ يقول إذا أغاب أربع جلسات فالأولى أنه يستجوب السيد العضو المقال، يعني حتى إذا هو كان عضو مجلس محافظة أو نائب محافظ أو محافظ يجب أن يستجوب اللي جزء عنده مثلا على سبيل المثال عذر شرعي على سبيل المثال، هسه مو القضية على السيد. أي الرجال حتى ما لحق أحد يسأله بعده، يمكن الجلسة ما خلصت نزل كتاب إقالته. إذا تسمح لي أستاذ مهند، أستاذ مخلد، كيف يتعامل القانون إذا غاب أربع جلسات؟ من صلاحية رئيس مجلس محافظة الإقالة مباشرة؟ لا هو القانون واضح وصريح، رقم قانون المحافظات رقم 21 في المادة 6 منه، هو نعم يعد عضو المجلس مقالا إذا غاب تخلف أربع جلسات عن الحضور أو ربع عدد جلسات لمدة أربعة أشهر لم يحضرها. لكن هنا القانون فرض أشياء إلى هذه الإقالة. نعم. أنه أولا يتم تبليغ الشخص الذي يراد إقالته، ومن ثم بعد سبعة أيام تعقد جلسة، وخلال هذه الجلسة يتم استجوابه، وبالتالي إذا ما وجدت القناعات كاملة لدى أعضاء مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة يتم إقالته. إذن ما حصل ومخالفة قانونية. ومخالفة قانونية واضحة. مخالفة قانونية، وأثبت على أن رئيس مجلس المحافظة استغل منصبه للقيام بهذا العمل. جيد. كيف سيتعامل القانون مع رئيس مجلس محافظة بغداد حسب قراءتك؟ يعني حسب المعطيات أنه تم تقديم مذكرة إلى محكمة، وأكيد المحكمة سوف تبطل هذا الأمر الإداري، وبالتالي أكيد هذه تعد سابقة على رئيس المجلس وتحسب عليه أنه قام بهذا العمل وهو بمنصب مهم كرئيس مجلس محافظة. هل لا يتوفر لديه مستشارين قانونيين أو مشاورين قانونيين أعطى له المشورة؟ لأننا عندما نتكلم عن رئيس سلطة كرئيس مجلس محافظة ويصدر قرار بدون الرجوع إلى الأمور القانونية، فهذا يعتبر بلاهة في العمل حقيقة المؤسسات. جيد. أستاذ مهند، الخلاف موجود في كل مكان، والخلاف خلاف. ما حصل في مجلس محافظة بغداد والإقالات، خلينا نتكلم بصراحة، رئيس المجلس من العزيم وعضو مجلس المحافظة من تقدم، الخلاف سياسي، شنو اللي يحصل بالضبط؟ هو شوف حتى نكون واقعيين، بس أتمنى أن تنطيني الوقت، أنت ظللتني بالمداخلة إلك حتى إلك أخذ وقتي حتى إلك أفهم الوقت. الناس أنا مجرد ذكرت المادة وأخذت وقت. لا هسه نعطيك الوقت تدلل. الله يحفظك. شوف، هو من اليوم الأول وأنا قلت لك هو صراع. نعم. تقدم تقول أن هم شوف العزم والحاسم وتحالف السيادة من 11 نائب عضو مجلس محافظة شكلوا تحالف اسمه تحالف بغداد، وعلى ضوء هاي التحالفات استمرت في الموصل وجرت في صلاح الدين والموصل وديالة وبعض المحافظات السنية. بالعموم أساني ماذا ذهب إلى هاي؟ هو أكو صراع، يبدو أنه أكو صراع بين تقدم وتحديدا بين السيد عمار الحمداني والسيد عمار القيسي. عمار الحمداني لم يحضر، أنا هسعوفك من الإقالة هي قانونية أو مقانونية وشنو الإجراء اللي راح يروح. هو أنت اليوم عضو مجلس محافظة والناس منتخبتك، أنت غير تجي تحقق مطالب جماهيرك، أنت شنو غايب؟ مستهين بالأصوات اللي ينطاك إياها النواب، الناس غير تقدم لهم خدمة لو قاعد تفرفر بسياراتك، مع احترامي لشخص طبعا. أنت اليوم انت الناس امطتك اصواتك، هسه بغض النظر انت اليوم عندك مشكله سياسيه ويا السيد رئيس مجلس المحافظه او ويا المحافظ او تريد تغير الخارطه، لكن انت ما تداوم. هسه اليوم اي موظف ما يداوم غير الدوله تفصله، تمام لو لا؟ صح. بغض النظر هسه هي عن اسباب الاقاله هي صحيحه او مو صحيحه، هاي القضاء هو يقوله، لكن يقول انه عاد هاي الاقاله صحيحه او مو صحيحه. لكن انا جاي اليوم اسال سؤال، انت اليوم الشعب
جاك معاك اصوات حتى تجي تقدم خدمات للناس. بالضبط بالضبط والله صحيح. وتراقب مؤسسات المحافظه وتراقب المحافظ ونائب المحافظ انتم بعدكم 6 اشهر. طيب جمعتم تواقيع 22 توقيع، بعد يوم انسحبوا 3، وبعد يوم صدروا الكتاب. اذا تحب اقرا لك الكتاب مال سحب الاستجواب بجامعين 29 عضو مجلس محافظة بإلغاء الاستجواب. يعني هذه فوضى داخل مجلس محافظة. يعني هاي أرباح. أنت اليوم على شنو تستجوب رئيس المحافظة رئيس مجلس محافظة غير عندك أسباب موجبة؟ هسه فلنفرض اليوم أنت حققت استجواب وهذا قانوني، أي عضو. وين المشكلة؟ وين المشكلة باستجواب رئيس مجلس محافظة؟ أبدا ماكو أي مشكلة، إجراء طبيعي وقانوني. أبدا ماكو أي مشكلة. إذا 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 رئيس مجلس المحافظة، بغض النظر عن رئيس مجلس محافظة بغداد أو الأنبار أو صلاح الدين أو نينوى أو البصرة، يقصر بعمله، أكيد المجلس هو من يحاسب رئيس المجلس. تمام؟ لا ما بيها شيء، هي هذا العمل الديمقراطي اللي الناس تتبعه. ولكن أنت اليوم خلال 6 أشهر أنت شنو حققتم؟ أنت كل شيء بعد ما سويته. يعني أنت اليوم المجلس وأعضاء مجلس محافظة طلعوا وياي قبل يومين، قال إحنا كل شيء ما نسوي، وإحنا والله عضو مجلس محافظة عن بغداد طبعاً. نعم. قال إحنا والله العظيم لو الناس تعرف إحنا إيش جاي نسوي بمجلس المحافظة إلا تفوت على مجلس محافظة وتسوي لنا مشكلة. يعني أنت اليوم خلال 6 أشهر والله ما أعرف. يعني هذا الإرباك وهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الصراع معيب. يعني أنت اليوم تروح تتحالف على طبعاً إذا مخالف السيد عمار القيسي، طبعاً أكو قانون اللي يحاسبه. تمام لو لا؟ نعم. أما أنت اليوم هو صراع سياسي واضح، هذا الصراع السياسي. جامع 21 توقيع بصمة صوت، صار 18 صوت. وبهذا الصراع السياسي نريد نقدم خدمة ونتحدث عن مجلس محافظة خدمية ونريد نبني بلد. واضح سيدي الكريم، هي قضية وخصوصا في البيت السني، صراع لكسر الإرادات وكسر العظم، وأنا سميته بعد أكثر من هذا كسر الأنوف. فالقضية طحن العظام. فناس جاي تطحن عظام ناس وعلى شيء، وكأني عيب يا أخي. هسا أنت اليوم ما أخذت رئيس مجلس المحافظة، فمو خربت البصرة. اليوم إذا عمار القيسي ما أدى واجبه، أنت واحد. جيد. أستاذ مهند، عندي أقل الدقيقة نطيل الأستاذ مخلد. أستاذ مخلد، شنو رأيك بالموضوع؟ الموضوع سياسي لو غير سياسي؟ بالتأكيد صراع سياسي، هو هذا معروف. اليوم إحنا الصراع موجود ما بين تقدم وما بين السيادة والعزم، كل منهم يطالب باستحقاقاته. وأكيد تقدم حصل على أكثر من 8 مقاعد. نعم. في بغداد، وهذا له استحقاق، يعني واضح المعالم. تقدم لم يحصل على مقعد أي منصب في مجلس محافظة بغداد، وهذا يعتبر يعني إجحاف بحقه. عندما يعني أصبحت انتخابات كركوك هنالك أصوات سمعناها عالية كيف. نعم. تم الاتفاق وكيف، لكنهم لم يتكلموا عن بغداد. تقدم لديه 8 مقاعد ولم يحصل على أي منصب، فأكيد هذا الصراع هو موجود صراع استحقاق. رأيك تقدم الأولى بمجلس؟ بالتأكيد محافظ. بالتأكيد 8 مقاعد عنده هو، يعني 8 مقاعد تقدم، ونبني 8 مقاعد، ودولة القانون 8 مقاعد. من الممكن أن يكون هذا سبب الخلاف الرئيسي. دولة القانون حصلت على محافظ من 8 مقاعد، ونبني حصلت على نواب. شنو ممكن تكون ردة الفعل تجاه مجلس محافظة بغداد؟ يعني أنا لا أتوقع أن هنالك عملا سيتم وفق المعطيات في مجلس محافظة بغداد وباقي مجالس المحافظات. نحن نشهد حقيقة صراع سياسي داخل هذه المجالس. نعم. بدأ من الآن ولا نعرف متى ينتهي، لأننا فعلا عندما قلنا أنها حلقة زائدة، نعم أنها حلقة زائدة. الباحث في الشأن السياسي الأستاذ مخلد حازم، شكرا جزيلا لجنابك. وسياسي المستقل مهند، خليني 30 ثانية بس أرد على هاي الجزئية. والله تجاوزنا على الوقت. يلا لك 30 ثانية تفضل. تمام. يعني ضيفك الكريم قال تقدم هي لها الأولوية أن تأخذ منصب محافظة بغداد، لأنه عنده عفوا ما أخذت ولا مقعد، لا أخذت مستشارين ومعاونين في بغداد. لين طيب هذا من حقك. طيب ليش باقي الكتل في الأنبار ليش ما أخذتها؟ هم 15 عضو مجلس محافظة، 5 كانوا معارضة اللي هم كتلة الاستقرار أبو زيدون اللي راح نذب بالسجن، ما أخذوا ولا منصب. يعني حلال على هذا وحرام على هذا. طبعا هو هذا أصل الخلاف، أصل الخلاف هو بدأ من الأنبار، لأنه استأثروا تقدم من محافظة الأنبار. نعم. من الباب إلى المحراب. طيب هذا هم أكيد يجون يجتمعون، وهم عندهم 3 أعضاء مجلس محافظة، حاتم وعزم والسيادة في محافظة الأنبار، وأبو زيدون والست هاي البنية الفهداوية
خمس اعضاء مجلس محافظه ما حصلوا ولا منصب ولا مستشار ولا معاون. طيب جي. يعني انت تعطيني هون طبعا انا اقصيك هون اروح اتحالف ويا هذا، فهي عمليه حسابيه، شلون تنطيني انطيك، تتوازن اتوازن معك، وهذه اللي جرى العرف على باقي الكتل والاحزاب في المحافظات الثانيه. جيد، السياسي المستقل مهند الراوي اشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.